مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقائنا اليومي المتجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة من القاهرة. لقاؤنا كالمعتاد يمتد مع حضراتكم من الآن وحتى قبيل منتصف الليل. عندنا كالمعتاد جولة إخبارية لأهم أحداث اليوم ووقفتين حواريتين. موضوع الوقفة الحوارية الأولى حول أزمة قصب السكر والأرز أمام البرلمان، استدعاء 5 وزراء ورئيس شركة السكر وبنك التنمية إلى مجلس النواب. لجنة الزراعة بالبرلمان بتشهد نشاط مكثف الأسبوع المقبل، وذلك من خلال استدعاء هؤلاء الوزراء، منهم وزير المالية والتجارة والري والزراعة والتموين ورئيس بنك التنمية ورئيس شركة السكر، وذلك من أجل مناقشة أزمة رفع سعر استلام طن قصب السكر من 400 جنيه إلى 500 جنيه. الموضوع الآخر اللي تركته لجنة الزراعة للمناقشة أيضا هو تحديد سعر استلام الأرز ووضع استراتيجية خاصة بباقي المحاصيل الأساسية وضرورة وضع تسعيرة لها. والوقفة الحوارية الثانية في حلقة اليوم هيكون موضوعها هو تداعيات الهجوم اللي تعرض ليه مران فريق النادي الأهلي لكرة القدم أثناء التدريبات بملعب النادي الأهلي بمدينة نصر. لعل حضراتكم تابعتم، اقتحم مجموعة من ألتراز أهلاوي فرع النادي الأهلي بمدينة نصر أثناء تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد نقل التدريب من ملعب مختار التتش بالجزيرة إلى النادي الأهلي بمدينة نصر. جاء ذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. قررت إدارة النادي الأهلي إلغاء التدريبات، ووقعت مشادات بين جماهير الألتراز اللي اقتحمت تدريبات الفريق وبين كابتن الفريق حسام غالي، وحاولت بعض الجماهير الاعتداء على غالي لاعب وسط الفريق الأحمر. هتفت جماهير الأهلي ضد مارتن يول المدير الفني للفريق وبعض اللاعبين، خاصة حسام غالي ومؤمن زكريا وصبري رحيل وصالح جمعة. وظهر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن يول في المران استعدادا لملاقات الفريق الإيفواري بالبطولة الإفريقية. جدد مجلس إدارة النادي الأهلي الثقة في مارتن يول وأكد استمراره في منصبه رغم الخروج من البطولة الإفريقية وخسارة كأس مصر، كما تم تجديد الثقة في الجهاز المعاون بشكل مؤقت. لكن الفكرة هي أسلوب تعامل الألتراز مع الفريق، ودي يمكن سابقة في تعرض الجماهير للفرق بالسباب وأيضا التعدي عليهم بالضرب بالشماريخ وغير من المظاهر السلبية اللي عايزين نبحث في سبل القضاء عليها والتصدي ليها، ودي يمكن تتنافى تماما مع قيم وتقاليد الرياضة. الرياضة فيها مكسب وخسارة، ومش طبيعي أبدا أن يتعرض اللاعب للخطر نتيجة الخسارة أو تحقيق نتائج غير مرجوة من قبل المشجعين. مشاهدينا، نبدأ الجولة الإخبارية بلقاء رئيس الوزراء بعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية. ركز اللقاء على الجوانب والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث شرح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خطوات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو تنوي اتخاذها خلال الفترة المقبلة. استعرض اللقاء جهود الحكومة لمواجهة أزمة الدولار وارتفاع أسعار بعض السلع وإجراءات حماية محدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. على جانب آخر، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وقف المطابع الخاصة بطباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة. نفى المركز ما تردد بشأن مطالبة وزارة الأوقاف للأهالي والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، وأيضا ما أثير من أنباء عن وجود نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء. أكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه لا نقص في السلع التموينية، وناشد وسائل الإعلام بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام
وتؤثر سلبا على مصلحة الوطن. الخبر التالي هو خاص برفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التعديلات المقترحة على مشروع قانون بناء الكنائس. قالت الكنيسة في بيان مساء اليوم، حضر ممثلو الكنائس المصرية اجتماعا مهما أمس الأربعاء ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية. أضاف البيان، تعلن الكنيسة أن هذه التعديلات سوف تسبب خطرا على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين الأقباط. تابع البيان أن مشروع القانون ما زال قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عالي لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. برحب بحضرتك أستاذة مارجريت. أهلا بك يا فندم. أستاذة مارجريت، إيه أهم التحفظات التي رفضتها الكنيسة الأرثوذكسية في بيانها اللي أصدرته مساء اليوم؟ شوفي، في الحقيقة إحنا كنواب لا نعلم عن القانون رغم انه بقاله 8 شهور بيناقش اي شيء وكانه قانون سري، ومع ذلك كنا مرتضيين بده لان في ممثلي لثلاث كنائس بيتفاوضوا مع المستشار مجدي العجافي ممثل الحكومه في ان يخرج القانون بشكل مناسب يرتضي به الجميع. لكن ما اثار الدهشه اليوم هو البيان الذي خرج من الكنيسه المصريه الوطنيه التي نشهد لها جميعا بمواقفها الوطنيه في خلال الفترات اللي فاتت كلها. لكن في الحقيقه ما يستدعي للدهشه هو ان كمان رد الحكومه ان احنا عايزين نخرج قانون يعني يبقى فيه يعني حس وطني. جميل، حس الوطني مال ومال بناء الكنائس. انا اعتقد ان الاسلام وسماحه الاسلام لا يشير من قريب او من بعيد عن تحريم بناء الكنائس. الدستور بيعطي الحق للديانات السماويه في ممارسه الشعائر الدينيه، وبالتالي اصبح ده حق الدستور. الو، ايوه معاك يا استاذه مارجريت. يعني حضرتك، القانون الخاص ببناء الكنائس، مسار هذا القانون، يعني الكنيسة بتقول فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية، يعني معناها أن كان في تصور آخر وأدخلت عليه هذه التعديلات وهذه المعوقات وفق كلام الكنيسة. ده كلام صحيح، لأن ما نما إلى علمنا كنواب أن نعم. في توافق تام في ثمن القانون من 8 مواد متوافقين عليها تماما، بعض الالفاظ الصغيره اللي ممكن تتعدل اثناء المناقشات في اللجان او استماع للجان في يعني مناقشتها في اللجان للحوار المجتمعي. نعم. ممكن قوي الفاظ بسيطه تتغير، انما النهارده لما يخرج علينا الكنيسه وهي بقى لها 8 شهور، بقى لها سنتين بتعد وبقى لها 8 شهور تتباحث في المجلس عن ايجاد صيغه مناسبه لارضاء الجميع، فتخرج النهارده الكنيسه بعد ده وتقول اذا فعلا في اضافه تم غير مرضيه. نعم، والاضافه دي تبقى تمت منين يا استاذه مارجريت اذا كان نواب البرلمان ما عندهمش معرفه باي اضافه او اي تعديل؟ من الحكومه، لان الحكومه هي اللي بتقدم القانون. نعم، ومن حق النواب بالتأكيد إدخال أي تعديلات على هذا القانون اللي أعدته الحكومة أو إلغاء أو تعديل. نعم. إنما في الحقيقة إحنا كنا نتمنى إن هذا القانون بالذات يطلع معلوش لغط وما لهوش أي خلافات. وفي الحقيقة أنا مندهشة من موقف الحكومة. الحكومة الآن لصالح من؟ التعقيد لصالح من؟ يعني إذا كان الدستور بينص على الأديان في ممارسة الشعائر الدينية. نعم. والرئيس مرارا وتكرارا يرسخ مبدأ المواطنة. والدستور أيضا يرسخ مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع يا أستاذة مارجريت.
والدستور ينص على خروج قانون بناء وتنظيم الكنائس في الدورة الأولى، وإحنا يعني إحنا على مشارف انتهاء الدورة الأولى، يعني قدامنا أيام. طب يعني ده يؤشر الى ايه يا استاذه مارجريت؟ يعني مصير هذا القانون اللي الدستور بيفرض انه هو لازم يخرج قبل انتهاء الفصل التشريعي الاول، ده معناه ان القانون ده هيؤجل ولا هيتم صدوره بالشكل اللي الكنيسه رافضاه، ولا هيبقى ايه مصيره بالظبط؟ اولا لا يجوز، لا يجوز اطلاقا تاجيله، لانه بنص القانون لابد ان يناقش في الدوره الانعقاد الاولى. نعم، انه يمر والكنيسه رافضاه، انا اعتقد ان ده من الصعب جدا. من الصعب جدا، او انه يمر وفي ناس المعنيين بالامر غير راضيين عنه، ده يبقى اسوأ بكتير من عدم من وجود قانون. يعني حينما امرر القانون يعرقل بناء الكنائس ويحط المسيحيين في مأزق في بناء كنايسهم او اي مشاكل اخرى، لا يبقى افضل ان ما يبقاش في قانون. نعم. طب الـ 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 الكنيسه البيان بتاعها يا استاذه مارجريت في ختام البيان بيقول ان القانون ما زال قيد المناقشه ويحتاج الى نيه خالصه وحس وطني عالي لاجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها. هل صدور القانون بهذا الشكل حضرتك بتقولي أنه من الصعب جدا أن يتم تمريره بدون يعني إرضاء الكنيسة أو في ظل وجود هذه التحفظات عليه، بتتصوري حضرتك أن يعني كلام الكنيسة أنه هو يحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عالي، هل هذا لا يتوافر في صياغة القانون بالشكل الحالي؟ يعني العبارة يعني حساسة جدا، وفعلا تمس شعور أي مصري بأن قانون يطلع يكون فيه عدم مراعاة لحقوق المواطنة أو الشعور الوطني لدى المصريين الأقباط، دي حاجة تسيء لأي مصري الحقيقة. لأن في الحقيقة مصر بتعاني من مشكلة الكتلة الطائفية بسبب مشكلتين حقيقيتين. نعم. هو الإدعاء ببناء كنائس بدون ترخيص، وأي علاقة بين بنت وولد. احنا عندنا مشكلة أساسية كل يوم بتحصل في المحافظات، وبتشوف ما حدث في ألمانيا وما يحدث في محافظات الصعيد من ادعاءات لبناء كنائس، فلابد من يبقى وجود حس وطني لإنهاء هذه المشكلة. طيب أستاذة، إن بناء الكنائس ما هواش مخالف لا للدستور ولا للدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي سمح ويقبل تماما ممارسه الشعائر الدينيه لكل الاديان السماويه. بالتاكيد. مفيش اي مشكله. نعم. مفيش اي مشكله الا للمتطرفين والمتشددين، واحنا لا نخضع لتهديد لا المتشددين ولا المتطرفين من اي ديانه. بالتاكيد. طب استاذه مارجريت، يعني فكره ان الكنيسه القبطيه هي التي تحفظت على القانون بشكله الحالي، أين باقي الكنائس الأخرى؟ هل هذا يعني أن في حالة من الرضا أو التوافق ما بينهم وبين هذا القانون وما ترفضه هو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولا إيه بالظبط؟ لا يا فندم، في توافق تام بين ثلاث كنائس. نعم، يعني البيان ده صادر عن الكنيسة القبطية أم عن الكنائس الثلاثة؟ لا، ده ممثل أو المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، ولكنه ممثل في الثلاث طوائف. نعم. طب أستاذة مارجريت، يعني ختاما لهذه القضية، حضرتك تقولي لي المسار اللي هيمشي عليه الموضوع في الفترة القادمة، توقعاتك القانون هيتم إدخال تعديلات عليه ترضي الكنائس الثلاث، أم هيتم تمريره بهذا الشكل؟ يعني إيه المتوقع في الأيام القادمة قبل نهاية الدور الانعقاد الأول للبرلمان؟ يعني أتمنى إن الحكومة تراعي ممثلي الثلاث كنائس وتراعي طلباتهم، لأنها مشروعة ولا يمكن يكون طلباتهم غير مشروعة أو مميزة بأي شكل من الأشكال، ثم يأتي إلى مجلس النواب ويتم درسه في اللجان وعرضه على اللجنة العامة. نعم، الأستاذة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد الحادثين الإرهابيين اللذين وقع مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس بتركيا، واللذين أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي عن تضامن الشعب المصري مع الشعب التركي في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي لا تفرق بين دين أو عرق وتهدف إلى النيل من استقرار الشعوب حول العالم. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. بعد الفاصل نلتقي بالوقفة الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة، ابقوا معنا. لم يكن اقتحام مجموعات من رابطة ألتراس الأهلي المنتمية للنادي الأهلي الثلاثاء الماضي لتدريبات الفريق الأحمر بمقره الثاني في مدينة نصر الأول من نوعه، حيث دأب الألتراس الأحمر على هذه الفعلة سواء في فرع الجزيرة الرئيسي أو حتى ملاعب الألعاب الجماعية الأخرى. وألغى النادي الأهلي تدريبه بفرع مدينة نصر بسبب اقتحام الألتراس لتدريبه الأول عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة مارتن يول المدير الفني الهولندي للمارد الأحمر بعد مباراة زيسكو الزامبي الجمعة الماضي بدوري المجموعات بدوري الأبطال الإفريقية والتي انتهت بالتعادل 2-2 وخروجه رسميا من البطولة. ألتراس الأهلي اقتحم مقر الأهلي وتدريبات الحمراء أكثر من مرة، أولها كان عام 2012 بعد إلغاء النشاط الرياضي على خلفية مذبحة بورسعيد، وكانت في صيف 2012 وهجموا اللاعبين وضربوا بعضهم مثل سيد معوض الظهير الأيسر وقتها، كما اقتحموا النادي وحضروا التدريبات أكثر من مرة خاصة في الموسم الماضي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري بالدور الثاني، وقاموا بسب رئيس الزمالك وسط حضور مجلس الأهلي الذي يكتفي دائما بتوجيه التحذير لكنه يرتعش من أي اقتحام لهم للنادي ويرغب دائما في مهادنتهم، وهو ما تسبب في فتنة كبيرة بين مجلسي الأهلي والزمالك بقيادة محمود طاهر والمستشار مرتضى منصور. رابطة ألتراس الأحمر تعودت على اقتحام مباريات كرة السلة والطائرة واليد أيضا في صالة الأهلي وبعض الصالات الأخرى، ولم يقف في وجههم أحد حتى ظنوا أنهم فوق القانون.
مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة. الألتراز كلمة بترتبط بالمشاكل والأحداث المؤسفة أحيانا، وترتبط أيضا بالتشجيع الجميل والهتافات الحماسية اللي بتلهب مشاعر اللاعبين وأيضا الجمهور. الحقيقة هذه الظاهرة وهؤلاء الشباب ارتبط لقب الألتراز أو هذا المسمى بمشاكل بتشهدها الملاعب سواء كرة القدم أو غيرها في داخل الملاعب أو خارجها. الحقيقة نتج عن هذه الظاهرة بعض الأحداث المؤسفة كما تابعنا في التقرير السابق، ولكن هل النشاط الرياضي اللي بيمارس بقاله عشرات السنين ومعروف أن الرياضة هزيمة ومكسب ما كانش فيها ليه هذه الممارسات اللي بيتم فيها التعدي على لاعب أو نجم أو بطل مهما كان حجم الخطأ اللي ممكن يكون عمله أو الأداء اللي أداه في الممارسة الرياضية اللي كان بيلعبها؟ الحقيقة حول هذا الملف وأحداث الشغب التي شهدها نادي الأهلي في مدينة نصر يوم الثلاثاء الماضي أثناء ممارسة التدريب أو المران لفريق كرة القدم، يسعدنا للقراءة في هذا الملف أن يكون معنا في استوديو من القاهرة لهذا اليوم الأستاذ جمال زهيري الناقد الرياضي بالأخبار. برحب بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ غانم، إزاي حضرتك؟ أستاذ جمال، يعني إزاي حضرتك شايف ومتابع هذه الأحداث المؤسفة؟ تابعت أحداث يوم الثلاثاء الماضي، بتوصفها إزاي؟ شوفي، هي الحقيقة أنه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، المفروض أنه ظاهرة الألتراس فيها جانب خير وجانب شر. كنا فرحانين كلنا وما زلنا بالجوانب الطيبة في ظاهرة الألتراس، وهي تطور التشجيع لدرجة أنه قبل كده كان بيعيب الجمهور المصري أنه بيفضل يشجع وينفق جهده يخلص مجهوده تماماً قبل انطلاق المباراة، يعني بيتجمعوا بدري جدا. نعم. ما بيعرفوش يوزعوا المجهود بتاعهم أثناء المباراة. الألتراس لغى هذه الحكاية أو حسنها إلى حد كبير، أنه الألتراس طول الوقت حتى الفريق وهو مغلوب، ودي كانت ميزة في يعني في الروابط الألتراس، حتى الفريق وهو مغلوب لغاية آخر لحظة الجمهور رايح يشجع، مش يعني ما يهمهمش نتيجة المباراة قوي، هو كل اللي يهمه انه يساند فريقه. للأسف الشديد انه تكرار ظواهر خروج الألتراس عن الروح الرياضية يبدو انه هو اغرى بعضهم بالاستمرار او بالتمادي في الخروج على القانون، لدرجة انه يصل الامر الى الاعتداء على اللاعبين اللي هم بيحبوهم. يعني زي ما شفنا في التمرين الأخير بتاع النادي الأهلي، زي ما شفنا وفريق الأهلي راجع من السويس بعد ما يعني لعب مباراته الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، أن يتم الاعتداء على المدرب بالسب اللي هو مارتن يول. في الحقيقة أنه ده أنا بعتبره تطور سيء جدا لظواهر الألتراس أو لروابط الألتراس، بس أنا بقول أنه في مسؤولية كبيرة تقع على يعني علينا كدولة بمعنى وزارة الداخلية والصحافة والإعلام، كل الكل مشترك واتحاد الكورة، في إن حصل نوع من التدليل الزائد عن الحد، التدليل لروابط الألت طبعا، لأنه النهاردة لما تتكرر هذه الظاهرة على مدار كذا سنة اللي فاتوا دول بتتكرر بشكل سيء جدا. طب أستاذ ولا جمال، يعاقب احد، هي دي هي دي المشكله. طب اسمح لي يا استاذ جمال، يعني نعم. يمكن ألتراز الاهلي نعم. كان مميز جدا في تشجيعه للنادي الاهلي، ومعروف ان هم بيحبوا النادي حقيقي وبيشجعوا كان اللاعبين سواء في الهزيمه او في بالزبط. الانتصار وده كان سمه مميزه، ويمكن في روابط ألتراز ظهرت بعد كده يعني تشبها بألتراز النادي الاهلي. تمام. التحول اللي حصل لألتراز النادي الأهلي إنه هم يبقى فيه تطاول على اللاعبين أو اعتداء على النادي أو اقتحام للنادي دي حاجة جديدة، حضرتك بتراها لها علاقة بحادثة
استاد بورسعيد التطور ده حصل في سلوكيات ألتراز النادي الأهلي بعد هذه الحادثة، أم أن ده التطور الطبيعي لممارسة التشجيع وروابط الألتراز، ده التطور الطبيعي لسلوكها على مستوى العالم؟ لا، أنا بشوف إن هي يعني قبل حادث بورسعيد، بالعكس ده حادث استاد بورسعيد كان رابطة ألتراس أهلاوي ضحية في هذا الحادث. نعم. لكن أيضا كان هناك سوابق أو رواسب اعتداءات من جانب بعض أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي على روابط أخرى، حصل نوع من المشاحنات بينهم وبين الروابط الأخرى، فبقى في نوع من يعني الرغبة في الانتقام بين الروابط. يعني روح عدائية بقى تبع تماما عن الرياضة، تحولت إلى حرب موازية كده، يعني الفرق بتتنافس داخل المستطيل الأخضر أو داخل الصالات، وعلى الجانب الآخر بتلاقي هذا الجمهور يتوعد الجمهور الآخر. فالمشكلة أنا بقول بصرف النظر عن كون هؤلاء المشجعين ينتمون إلى روابط ألتراس أو جماهير عادية، أنا بشوف أن القانون هو سيد الجميع. إحنا دائما نتحدث عن القانون، بعض الناس يقولون لا إحنا مستنيين قانون شغب الملاعب. أنا بقول أنا يعني ما إحناش في انتظار قانون شغب الملاعب لسبب، لأن أنا عندي قانون عام، أنا عندي قانون بيحكم ويجرم تصرفات معينة. يعني الجمهور مكانه في المدرجات، الجمهور لو واحد نزل أرض الملعب ده في حد ذاته مخالفة يجب أن يعاقب عليها. المشكلة الكبيرة بقى اللي بتخلي الظاهرة تتفاقم وتسوق، يعني أنه كتير جدا حصلت هذه الحالات، وكل مرة بيصعب علينا ونقول نطبطب على الناس ونقول لهم معلش المرة دي، المرة الجاية هنبقى كويسين. طب طالما في قانون موجود بالفعل يا أستاذ، القانون العادي بتاع طب البلد. القانون العادي اللي هو بيضبط أي خروج عن النسق من أي حد في أي مكان بالظبط، القانون ده مش بيفعل بالنسبة للمشجعين اللي بيخرجوا عن السياق في تشجيعهم للمباريات، ولا بيتم الرأفة بيهم إن دي بتبقى واخدهم الحماسة من يعني طبعا هو بياخدهم الرأفة، يعني بتأخذنا الرأفة بهؤلاء. يعني أنا شخصيا كبرضو واحد في مجال النقد الرياضي تعاملت مع ناس من روابط الألتراس، تعاملنا معهم حتى خارج مصر في رحلات مثلا للنادي الأهلي أو نادي الزمالك، بتلاقيهم ورا فرقهم وبعدين بيتكلفوا على فكرة أموال، يعني هم اللي بيتحملوها. نعم. عشان يروحوا يشجعوا. فالجانب الطيب في الألتراس جميل جدا، إنما عدم التزامهم بالقواعد والقوانين ده اللي بيعرضنا وبيعرضهم للخطر. يعني مثلا أبسط الأمور، خسائرنا إيه مما حدث؟ إن سيبك إن مارتن يول، إحنا مختلفين أو مش مختلفين، متفقين على إنه أداؤه الفني مع النادي الأهلي رغم سمعته الكبيرة مش موفق. نعم. لكن الراجل ده من أول ما جه مصر وهو عامل صفحته على الفيسبوك عاملها دعاية رائعة لمصر بالأمانة، يعني يصور جنب الهرم، يصور مش عارف فين على النيل، بيعمل شغل كويس قوي للسياحة كدبلوماسية. طب هنتوقف عند هذه النقطة تحديدا أستاذ جمال. فضل. ونذهب لمتابعة موجز لأهم أخبار الساعة مع الزميلة ليلى عبد. مشاهدينا تابعنا مع حضراتكم موجز لأهم أخبار الساعة مع الزميلة أمل النعمان، ونواصل حوارنا مع ضيف من القاهرة في هذه الوقفة الحوارية الأولى الأستاذ جمال زهيري الناقد الرياضي بالأخبار. بجدد التحية بحضرتك. أهلا بك أستاذ. أستاذ جمال، كنا بنتحدث قبل موجز أخبار الساعة عن مارتن يول وأنه هو يعني سفير الخسائر للسياحة. يعني الخسائر اللي ترتبت على الحادث الأخير، كلنا متفقين على أن مارتن يول فنياً رغم اسمه الكبير جدا عالميا وده وارد على فكرة، لم ينجح مع النادي الأهلي، كسب الدوري العام أو كمل مشوار الأهلي اللي بدأوا عبد العزيز عبد الشافي وبدأوا مدربين قبله، إنما قدر يصل بالفريق إن هو يتوج
أو يستعيد لقب الدوري العام، لكن بصماته على الفرقة قليلة جدا. خسر بطولتين في أسبوع، كاس مصر وخرج من بطولة أفريقيا. لكن هو احنا بنتكلم على أنه خروجه من مصر بهذه الطريقة شيء مؤسف. نعم. لأنه المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حاول مع الراجل أنه هو يبقيه بأي شكل من الأشكال، لكن مارتن يول فقد تماما إحساسه بالطمأنينة مع داخل البلد دلوقتي. نعم. لأنه حس أولا وهم راجعين من السويس تعرض لسب من أحد مشجعي الأهلي، ثانيا جه الحادث الأخير. أنا بقول أنه ربنا ستر أن هذا الحادث ملوش ضحايا، يعني إصابات، وإن كان هناك إصابات خفيفة، لكن الحمد لله أنه يعني كان ممكن يروح فيه أرواح يعني. ثانيا نقول أنه يعني بالنسبة للخسائر أيضا، كل ما نشم نفسنا ونقول أن الجمهور هيرجع تحصل حادثة من هذا النوع تؤجل اتخاذ قرار بعودة الجمهور. طب بدليل أستاذ جمال عند النقطة دي تحديدا، نعم، بترى حضرتك أن النية مبيتة، نعم، أن كل ما تميل الدفة إلى، نعم، عودة الجماهير للملاعب، نعم، من جديد، أن تأتي حادثة مثل هذه، نعم، علشان ترجع الأمور تاني إلى النصابة وتظل الرياضة بنرجع المصرية لنقطة الصفر تاني، يعني هل ده ممكن يكون بفعل فعل مقصود، يعني أن الرياضة المصرية تتم بدون جمهور؟ طبعا أقول لحضرتك يعني بدليل ان كل ما الاجواء تبقى قريبه من انها الجمهور يرجع يحصل حادث، وبعدين اللي بيبقى رايح يعمل هذا الحادث 100% مجهز نفسه، بدليل واخد شماريخ، واخد اسلحه، واخد اي حاجه، المهم ان هو رايح وقاصد تماما ان هو يعمل مشكله. المشكله دي بتتصور تلفزيونيا وبتتذاع وبتوصل وبتتنشر عبر مواقع الانترنت وعبر الصحف وبتوصل للعالم كله. يعني مش معقول. هو حادث استاد بورسعيد فعلا حادث مؤسف، كان ايضا بفعل فاعل، ما كانش وضع طبيعي، انما السيناريوهات اللي حصلت كانت سيئه جدا، لكن وبرضو القضاء حكم في هذا الامر، وبعض الناس تم تحويلهم الى الجنايات، وحصل نعم يعني خدت الإجراءات القانونية، وبدأ الناس يعني يهدؤون، يعني الناس ابتدوا يهدوا ويتقبلوا فكرة عودة الجمهور. فكل ما الأمور تهدى الأمور تتجدد، المشكلة تتجدد مرة أخرى. وكان أول قرار في اتحاد الكورة أنه الدور الأول للدوري الجديد اللي هو هيبتدي 15 سبتمبر سيقام بدون جمهور. فإلى متى دوري سيظل بهذا الشكل؟ أنا بقول إن إحنا عمرنا ما هنوصل لقرار عودة الجمهور غير لما يبقى فيه قرارات رادعة ضد المخالفين بصرف النظر عن المسمى، يعني نعم، سواء يعني ألتراز أو غير ألتراز، يعني مشجع عادي، كلنا أمام القانون سواء. نعم. راجل كبير نزل عمل مشكلة هيتعاقب، شاب صغير نزل عمل مشكلة هيتعاقب، عشان ما نحولش الامر لخلاف بين الالتراس وبين الدوله. نعم. يعني احنا مش عايزين برضو الامور تصل الى مرحله انه المشكله بين شباب، لان هي دي مشكله برضو بيتلعب على الوتر بتاعها. ما هو عندنا احنا الشباب عنده حساسيه من هذا الامر. فانا ما بحبش اتعامل مع فئه الالتراس على انهم فئه مستقله بعيده، لانه مرحله الشباب ده مرحله في عمر الإنسان، ما هوش فئة لوحده يعني. نعم. يعني الحديث عن الشباب، نعم، هو مش نوع لوحده، مش نوع، يعني ده مش صنف يعني. يعني ما جيش أقول إنه الشباب والشباب لازم يتولى المسؤولية، لا، هو الشباب يتولى المسؤولية لو هو صالح لكده، لو بعد وقت معين خد الخبرة اللي تخليه يبقى مسؤول بالفعل. فالقصة ما هيش قصة حرب بين الأجيال، دي نقطة يعني مرفوضة تماما. ولذلك أنا ما بقول لحضرتك، بقول لك على تطبيق القانون سواسية على الجميع.
طب حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا يا أستاذ جمال، وحضرتك بتقول إن النية مبيتة بدخولهم أصلا الميران بتاع النادي الأهلي معاهم شماريخ، يعني في كان في التقرير اللي أذعناه في بداية هذه الفقرة حديث عن ارتعاش الأندية في التعامل مع روابط الألتراس. النادي الأهلي معروف جدا بالصرامة والقدرة على اتخاذ القرارات حتى مع أبناء أعضاء النادي نفسهم، المخالف فيهم ممكن يشطب من العضوية وبيتخذ إجراءات حاسمة مع المخالفين لأي نشاط أو أي نظام حاجة عن قيم النادي التعامل مع الألتراز محتاج يعني الشوكة والسكينة وإحنا بنتعامل معاهم، ولا إيه المطلوب من الأندية برضو إنها تضبط علاقتها إزاي مع روابط الألتراز، خاصة إن فيها فئات ربما تكون جيدة جدا وبعض المخالفين والأشخاص الخارجين عن النسق أولا الألتراز فيهم شباب كويس جدا عشان برضو نبقى منصفين، لكن مش كل الفئات ولا كل الطبقات هي نفس المستوى، هتلاقي في كل مجال ناس كويسين وناس مش كويسين. مسألة دخولهم من النادي الأهلي، الأمن العادي اللي هو حضرتك بتشوفيه قدام النادي ده أو داخل النادي لا يستطيع مواجهة مجموعة شباب بكميات بتخش فجأة في لحظة واحدة، يعني ممكن يوقف حضرتك يقولك فين الكارنيه لوحدك كده، أو أنت وولادك مثلا أو أنا وولادي، لكن أنه يوقف هؤلاء يقول لهم طوفان بشري يعني. طوفان بشري بالفعل. فلابد هنا من تعزيز برضو الإجراءات الأمنية مع حول الأندية، دي نقطة مهمة جدا، لأنه ده الأندية بؤرة تجمع لمشاكل لأنه فيها شباب كتير وفيها فئات وفيها أنواع مختلفة، فلابد من وجود يعني أمن بشكل آخر بشكل أو بآخر، أو إن الأندية تتفق مع شركات متخصصة في الأمن زي ما بيحصل في أماكن كتيرة في الجامعات مثلا، من يوم ما تم الاتفاق مع شركات أمن متخصصة حصل انحصار برضو لظواهر كتيرة، يعني احنا شفنا الجامعات كانت عاملة ازاي قدرنا نحجم هذا التمرد اللي جوه الجامعة اللي ما كانش له أي تبرير غير إنه في ناس معينة لها أغراض عايزة تصير الفوضى. فده نفس الأمر يجب برضو. النهاردة يمكن حصل لقاء بين وزير الداخلية اللي هو مجدي عبد الغفار والمهندس محمود طاهر، وللحديث برضو لأن النادي الأهلي كان أعلن إنه مش هيشترك في مسابقة الدوري، وكان طالب تأمين أكتر من وزارة الداخلية، وأعتقد أن اللقاء كان جيد جدا وتم حل المشاكل، يعني أو الاتفاق على أسس لحل المشاكل دي، وعدل النادي الأهلي عن قراره بالانسحاب من الدوري، وبالتالي هيحضر اللي هو اجتماع إجراء قرعة الدوري يوم الاثنين. فيعني إحنا في إيدينا الأمور تمشي كويس، يعني بأيدينا أن إحنا نعمل. طب أستاذ جمال، يمكن السؤال البديهي اللي يمكن بيطرأ على ذهن أي حد، الرياضة موجودة بقالها سنين والكرة أهلي وزمالك موجودين بقالهم سنين، والتنافس ما بين الفريقين موجود، وكان المشجعين في الستينات كانوا بيبقوا قاعدين جنب بعض، بعد كده بقى في حاجز ما بينهم ابتدى يحصل تطور كده في العلاقه بين المشجعين، وبعد كده بقى بيفصل دول في جنب ودول في جانب اخر. انت قصدك الفجوه بتتسع، الفجوه عماله تتسع واحنا مش عارفين هتوصل الى اي مدى بعد كده، لان الموضوع بيتطور بشكل يعني يمكن تدريجي ولكن في شكل سلبي وحاد برضه الإجراء اللي كان المفروض ان هو يتخذ من جهات مختلفة لرأب الصدع ما بين المشجعين، ان دي رياضة والهدف منها امتاع الجماهير مش ان الجماهير تصطدم ببعض وده يودي بأرواح وإصابات برضه. يعني مش عايزين ننسى لما فريق ياخد الدوري كتير وده ممكن يثير جماهير الفريق الآخر. لما فرقتين الأهلي والزمالك هما اللي ياخدوا الدوري على طول، يعني أنا بقولك أنا الأهلي ياخد أكتر والأهلي والزمالك هما أصحاب نصيب الأسد المتنافسين الرئيسيين، ده ممكن يعمل نوع من الحساسية.
بس كمان الإعلام الخاص بالأندية ده إعلام خطير جدا. وبرضو ما ننساش إنه مع التطور التكنولوجي ما بقاش الإعلام العادي هو المسيطر. بقى فيه اللي هو وسائل الإعلام الحديثة، النيو ميديا بقى، المواقع، الفيسبوك مثلا، التواصل الاجتماعي بتعليقات احيانا بتكون مستفزه واحيانا بتكون خارجه كمان. نعم. يعني بتكون بتصل الى قله الادب. ان واحد ممكن يشتم اي حد، ما هو محدش بيسيطر. فده كله بيأثر. لكن يبقى برضو انه دور كبير جدا على وزاره الشباب والرياضه. أعتقد أن احنا محتاجين شغل كتير جدا على مستوى الشباب فعلا، الاهتمام بالشباب فعلا، مش اللي هو الاهتمام الظاهري، مش اللي هو أنه مجرد بس أن احنا نعمل منشآت، لا، لازم يبقى في كوادر في وزارة الشباب والرياضة بتقدر تتفاهم فعلا مع الشباب وتشوف مشاكله، مش بالطريقة القديمة. ما هو في طريقة قديمة اللي هي التقليدية جدا، اللي هو الشباب يقول لك هو الشباب عايز ايه، مش عايز كذا وكذا وكذا. لا، الشباب النهارده وفقا للتطورات دي برضو يا استاذه غادة، انه بقى في تطورات كتيره محتاجه المشرفين على الشباب يتطوروا هم انفسهم، يعني يعرفوا ازاي يتعاملوا وازاي يزيلوا برضو حده التعصب عند الشباب. دي محتاجه شغل، لكن الى ان يتم هذا، لان ده محتاج وقت، الى ان يتم هذا الكلام احنا محتاجين علاج سريع. نعم. توعية سريعة جدا، كورس كده مكثف زي ما بنعمل اي حاجة، زي ما عملنا في الجامعة، يا جماعة المخالف هيجراله كذا، وبعد التوعية ندي رينج كده معين وقت، يعني بعد كده العقاب. يعني خلاص انا عملت توعية، بعد كده من يخرج عن النص ان شاء الله تبقى العقوبات يعني محدودة. نعم. بس الناس بس تحس، يبقى فيها عقوبة بس. لكن ما ينفعش مثلا الناس تخرج وتيجي ولا في اي حاجة. يعني زمان كان في اللواء حرب الدهشوري ربنا يديله الصحة، كان رئيس اتحاد الكورة وكان مسؤول برضو في وزارة الداخلية، فكان بحكم منصب المنصبين دول كان يعلم تماما لو في مباراة مهمة وهيحصل فيها شغب، كان الاشخاص بتوع اللي بيثيروا الشغب معروفين بالاسم. فكانوا بيستدعوا ليلة المباراة. نعم. ويقعدوا معانا شوية. يعني يقعدوا، يعني ممنوع دخولهم. نعم. زي ما بيحصل في جميع الملاعب العالمية، لأنه في ناس بيبقوا معروف إن دول بيقودوا الشغب. لا، دول مش مطلوبين دلوقتي. هو من أمن العقاب أساء الأدب. بالزبط. فهي بالزبط. إذا كان يعني من يرتكب حماقة أو جريمة بالزبط. يعلم أنه إذا سيعاقب. إذا ما تحسبش عليها هيكررها بالزبط. وغيره كمان ممكن يكررها. بالزبط. أنا في نهاية هذا اللقاء بشكر حضرتك. شكرا جزيلا على وجودك معنا، الأستاذ جمال زهيري الناقد الرياضي بالأخبار. شكرا لحضرتك. مشاهدينا متواصلون معكم في وقفة حوارية ثانية في من القاهرة بعد الفاصل. تشهد لجنة الزراعة بالبرلمان نشاطا مكثفا الأسبوع المقبل، وذلك من خلال استدعاء عدد من الوزراء منهم وزير المالية والتجارة والري والزراعة والتموين ورئيس بنك التنمية ورئيس شركة السكر، وذلك من أجل مناقشة أزمة رفع سعر استلام طن قصب السكر من 400 جنيه إلى 500 جنيه. والموضوع الآخر الذي تركت له اللجنة مساحة كبيرة للنقاش هو تحديد سعر استلام الأرز ووضع استراتيجية خاصة بباقي المحاصيل الأساسية وضرورة وضع تسعيرة لها. وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان إن اللجنة ستستدعي بعض الوزراء الأسبوع المقبل لحضور اجتماعاتها لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص اللجنة، وعلى رأسها مشكلة زيادة سعر طن قصب السكر ووضع استراتيجية لمحصول الأرز ورؤية الحكومة للمحاصيل الصيفية. وأشار تمراز إلى أن اللجنة سوف تستدعي وزراء المالية والتموين والزراعة من أجل وضع حد لأزمة مزارعي قصب السكر، بداية من صرف المستحقات
الصفقات ووقف نسبة الفائدة 5% المفروضة على المزارعين رغم التزامهم بتوريد محصول القصب في الميعاد المحدد له، والانتهاء من دراسة رفع سعر الطن إلى 500 جنيه بدلا من 400 للطن الواحد. وتابع وكيل لجنة الزراعة أن وزير التموين حضر إلى اللجنة الأسبوع الماضي ووعد بشكل شفوي بصرف مستحقات المزارعين، وبالفعل تم صرف جزء منها، ولكن أعضاء اللجنة يريدون أن يكون هذا القرار موثقا ومكتوبا حتى يتم الرجوع إليه حال امتناع بعض الجهات عن التنفيذ، إلى جانب أن موضوع رفع السعر لا بد من البت فيه. مشاهدينا الكرام، مجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الثانية في حلقة اليوم من القاهرة، ويسعدنا أن ينضم إلينا فيها الأستاذ رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. مشكلة السكر والأرز أمام البرلمان، قصب السكر واستدعاء 5 وزراء أمام البرلمان، هذا النشاط المكثف للجنة الزراعة بالبرلمان، حضرتك تقولي التوقيت لهذا الحراك دللته إيه؟ والله احنا طبعا الفلاحين بيعولوا على مجلس النواب بصفة عامة على ان يسترد حقوقهم، او يعني حقوقهم اللي هي وردوا بها قصب السكر انها ترجع لهم في يعني توقيتات مش كثيرة بعد التوريد على طول مباشرة. والفلاحين وردوا قصب السكر لشركة السكر، والموضوع انتهى انهم اخذوا منهم القصب السكر ولم يدوهم مستحقاتهم اكثر من 3 شهور هم بيطلبوا في المستحقات، وبعدها تقدموا بشكوى الى البرلمان وتحولت الى مجلس الى ولجنه الزراعه والري والامن الغذائي. وكان دور لجنه الزراعه والامن الغذائي ان احنا عملنا طلب احاطه لوزير الزراعه وزير الري وزير الزراعه وزير التموين ووزير الماليه وشركه السكر وبنك التنميه والتموين الزراعي. واحنا قعدنا الكلام ده من حوالي اكثر من شهر ونص، واتفقنا على ان نرفع قيمه طن القصب من 400 جنيه الى 500 جنيه، وكان اتفاق عام مع السادة الوزراء، وكان هم هيعدوا تقرير ويعرضوه على مجلس الوزراء على اللجنة الاقتصادية، ثم يعود إلى مجلس النواب، ثم إلى لجنة الزراعة والري. وكان يعني الوزراء يعني لما تفهموا الموضوع أن هم قالوا نحن هيبقى في صف الفلاح ومنحزين الفلاح. طبعا نواب الصعيد راحوا وبشروا أهالينا في الصعيد وقالوا احنا رفعنا قيمة القصب من 400 إلى 500، والناس يعني تهللت بشرة وقالوا ان في علن في مجلس نواب شغال وفي مجلس زراعة شغالة، ولكن لم يتم الأمر. ورجعنا تاني إلى ما كنا عليه من السابق وبدأنا من نقطة الصفر ان احنا كله كلام وخلاص. عملنا طلب إحاطة تاني آخر إلى وزير الزراعة والري ووزير الزراعة والتموين والمالية وشركة السكر وبنك التنمية الزراعي، ولم يحضروا، وعلقنا الجلسة على عدم حضورهم، لأن طبعا المفروض تبقوا موجودين، وبعثوا المستشارين وبعثوا الوكلاء ولكن لم يحضروا، ولكن تذمروا النواب ورفعنا الجلسة وعلقناها لحين وصول الوزراء المعنيين بالأمر، لأن الموضوع في إيد الوزراء وليس في إيد المستشارين أو في إيد أو الوكلاء. فكان وزير التموين موجود تاني يوم في لجنة الاتصالات، فطلع علينا في لجنة الزراعة وقال انتم مطالبات الفلاحين، وقلنا طلبات الفلاحين ان السكر يرتفع الى 500 جنيه، ان الفلاحين ياخدوا مستحقاتهم، ان فلاحين بنك التنمية بيحجز عليهم، انا وردت السكر الى شركة السكر، المفروض عندما يوصل السكر القصب السكر الى الشركة بالتالي ما تحسبيش عندي فوائد، انا خلاص الفلوس موجودة عندك، السكر موجود عندك، انت بالتالي انت وشركة السكر البنك وشركة السكر هم الفلوس عندهم، ما يحسبوش فايدة على الفلاح. فالوزير قال احنا هي الفايده دي اللي هي الخمسة في المية بتحسب على الفلاح من امتى بقى؟ بتحسب من ساعه ما هو بياخد مستلزمات، بياخد المبيدات وبياخد الاسمده وياخد من اول موسم الزراعه بياخدها. انا الفتره دي عليا انا، ما فيش مشكله عليا، انما عندما انا جنيت محصول القصب ووردته المفروض تخف الفايده دي، لان فلوسي عند شركه السكر والبنك هو شركه السكر، انت بتقعد عندك الفلوس شهرين ثلاثه اربعه في شركه السكر، انا مش مسؤول انا كفلاح، المسؤول انت والبنك.
فلوسي عندك. فانت ما تحسبش فايده على الفلاح. وكان هذا الفلاحين طبعا بيشتكوا ان انا بتحسب عليا فايده وفايده مركبه لان المده بتنتهي على 6 شهور. المفروض الفايده 5% مدتها 6 شهور. 6 شهور ويوم بيحسبها فايده استثماريه ب 12% الى 14% وبيشيلها المزارع والمزارع مظلوم ومفيش هامش ربح. فالمهم ان الوزير طبعا ومستحقاتهم لسه موجوده عندك. الوزير طبعا وعدنا ان انا هصرف المستحقات من غدا وفعلا صرف الوزير 1.1 مليار اول امبارح للمزارعين واحنا بنبشرهم ان رئيس الزراعه والري على ان الرقم 400 جنيه ولا 500 جنيه؟ لا ده هو صرف على القديمه 400 للحين رفع السعر 500. لسه احنا بنتكلم هم جايين يوم الاحد الوزراء المعنيين عشان نرفع السعر من 400 ل 500 ولكن بنتكلم في المستحقات المستحقات القديمه بتاعته. صرف 1.1 مليار الوزير ورجع لبنك التنميه والتمويل الزراعي 395 مليون من الفائده اللي على الفلاحين. فدي طبعا احنا بنتكلم على ان احنا بنقول ان مستحقاتكم كفلاحين القصب هترجع لكم في خلال اسبوع لان طبعا ما يقدرش يصرف لكل الفلاحين في يوم واحد. نعم. يعني هتبقوا بالتوالي. وده كله من جهد لجنه الزراعه والري والامن الغذائي بقياده رئيس اللجنه هشام الشعيني لان الراجل ده طبعا هو صعيدي وصاحب قصب وصاحب مزارع واحنا كل اللجنه ال 45 نائب في اللجنه كان كلهم همهم هم فلاح. هو فلاح الصعيد هو فلاح البحيره هو فلاح الشرقيه كلنا فلاحين مصر ان احنا واقفين وداعمين ان هم ياخدوا مستحقاتهم الماليه بتاعتهم هم عشان يقدروا يودوا ابنهم الجامعه يودوا ابنهم يكشف يتعالج هيودوا هيروح حقهم هيروح فين اشتغلوا من حقهم ان هم ده دور كان لجنه الزراعه والري ان هي تقوم بدورها ان هي توصل الفلاح اللي هو بيقول لهم يا فلاحين مصر انتوا بتعولوا على هذا المجلس ان هو يجيب لكم مستحقاتكم وفعلا احنا واقفين وداعمين لكم ومستحقاتكم رجعت لكم من اول امبارح ولكن احنا ان شاء الله يوم الحد القادم الوزراء المعنيين عشان نرفع السعر من 400 الى 500 جنيه في سعر القصب ولن نهدى ولا توانى نهبال الا لما يكون انتوا حقكم وصل لكم انتوا يا فلاحين لان لما جينا حسبنا الحسبه بتاعتهم لقينا بيفيض الفلاح من فدان القصب 3000 جنيه طب هو ما يفضل 3000 جنيه وانا متاجر ب 5000 جنيه ما فيش عاد فيطلع حاجه اصلا. فاحنا عايزين نرفع السعر مش بنرفع كده يعني كفلاحين فانتازيه ولا كذا. والفلاح الوحيد لما قامت الثوره ما طلبش مطالب فئويه. الفلاح الوحيد اللي كان بيسور قدام البقره والجاموسه سور انتاجي عشان ينهض بمصر في الثوره كل القطاعات طلبت مطالب فئويه الا الفلاح الوحيد. فالفلاح بيطالب بحقه. الفلاح المصري بيقول انا عاوز من الحكومه الستر. الستر عند الفلاح المصري ان هو يعلم ابنه ان هو يوده يمشي على طريق يشرب كوب ميه نظيف يروح يتعالج وهذا الستر مش كتير علينا احنا كفلاحين. احنا مش عاوزين من الدوله واحنا اللي بننتج واحنا اللي بنقلع واحنا اللي بنزرع وبنقول احنا متحملين لان دي مصر بلدنا ومصر مقامه على الفلاح المصري. الفلاح المصري عاوز بس نظره من الحكومه والفلاح المصري يعني ما سياده النائب يعني مع احترامي الشديد لكل اللي حضرتك قلته وده كلنا يعني ما حدش يختلف عليه لكن فكره زياده السعر من 400 الى 500 جنيه دي مش هترفع بالنسبه للمواطن العادي سعر السكر هيزيد عليه وهو بيشتريه بشكل عادي او هيزود الاعباء على الدوله؟ لا هو مش هيزود الاعباء لان انا هو بيشتريه من 400 ل 500 وفي عنده حاجات بتطلع من السكر مولاس وانتاجات كثيره وكحول وكذا وكذا بيطلع من السكر ده اصلا بيطلع فده مش هيزود حاجه على الشعب المصري ولا على المستهلك. ما هو ده بيطلعه كده كده سواء هو ب 400 او ب 500 هو بيطلعه ولكن يعني الفلاح ما بياخدش هامش ربح والحكومه طبعا هي المستفيده وشركه السكر. فالفلاحين هم دلوقتي ان ال 100 جنيه لما يزيد 100 جنيه دي يعني اصلا هتزود 100 جنيه على الطن على الطن على الطن على الفدان يعني ربح الفلاح بدل 3000 جنيه هيبقى كام؟ يعني ربح الفلاح بدل 3000 جنيه ما نضرب 40 طن في 3 ربح الفلاح حوالي 7000 جنيه لما يخصم منهم الايجار هيتبقى للفلاح 2000 جنيه ما يخصم منه ايجار الارض هتبقى للفلاح ومستلزمات الانتاج هتبقى للفلاح هل كتير 2000 جنيه سنه كامله لموسم القصب على فلاح قاعد هو واولاده بيشتغلوا ومسابرين ومرابطين في اراضيهم 2000 جنيه كتير على الفلاح الفدان 8 مليون جنيه يجيب له اخر السنه لو باعه يجيب له اخر السنه 2000 جنيه يعني ثمن الفدان ده لو باعه واستثمره استثمار هيجيب له اكثر من 50000 جنيه في السنه ولا 60000 جنيه ولكن الفلاح بيقول مش هبيع ارض الارض والعرض اللي اتهدى بيها فالفلاحين ماسكين في ارضهم ومجمدين لان الارض دي تستر ستر اللي عنده فلاح مستور فالفلاحين مش هيبيعوا اراضيهم
ولكن بيقولوا احنا عاوزين ستر بس. فده مش كتير اصلا ولا هياثر على المستهلك. احنا الوقت لما الدولار ارتفع وصل 10 او 12 جنيه، طب احنا لو عندنا السكر بتاعنا في مصر مش هيرتفع السكر بتاعنا اصلا، بدل ما استورد من البرازيل واستورد من هنا. انا ما اعمل تنميه واعمل انتاجيه واشغل هيئه البحوث الزراعيه في مصر وتطلع لي منتج يجيب لي بدل 40 طن يجيب لي 50 طن ولا 60 طن، واعمل اليات جديده وحديثه ان هي تاخد القصب بدل ما عنديش كل شغل بالبدائي، ان انا عندي اليات تطوير وعندي لوادر تحمل وعندي الات خطة وعندي كذا. طب سياده النائب، يعني الوزراء الخمسه اللي استدعاهم البرلمان للاسبوع القادم، من خلال محادثاتكم معاهم وتداولكم حول زيادة من 400 إلى 500 جنيه توريد الطن من قصب السكر، مدى تفهمهم أو رضاهم عن هذا الرقم؟ طبعا احنا السادة الوزراء احنا بالتلفونات أو باللقاءات بنتكلم أو بالإيحاء أو بنقول لهم ان احنا ال100 جنيه مش كتير على الفلاحين، فهم بيقولوا يعني ان المبلغ كبير هيكلف الدوله اكتر من 2 مليار. فاحنا في النهايه الفلاحين قالوا احنا لو قلتوا 50 جنيه احنا راضيين، وقلتوا 40 جنيه احنا راضيين، ولكن احنا عايزين اي زياده بسيطه ان احنا نغطي بها يعني الانتاجيه او الـ او او التس او هامش ربح بسيط. الفلاحين برضو متفاهمين، حتى احنا لو وصلنا ل 50 جنيه برضو الفلاحين قالوا احنا راضيين، ولكن احنا عايزين حاجه يعني بسيطه للفلاح، ان الفلاح يحس ان هو ليها مش ربح في الاخر، لان الفلاح عليه يعني مسؤوليات كبيره وعليه عدد كبير. طب سياده النائب، اخر الرقم اللي هو 400 جنيه ده تم تحديده امتى؟ يعني الزياده الاخيره اللي حدثت من رقم قبل ال 400 ووصلت الى 400 كان سنه كام؟ هو من سنتين كان 360 جنيه وبعدين زودوا 40 جنيه بقت 400 جنيه من سنتين. وانت عارف النهارده الاسعار والارتفاعات ومستلزمات الانتاج، والنهارده انه بدي الفلاح الاسمده بتاعته ما بتكفيش الارض بتاعته، بيشتري بيضطر يشتري من السوق السوداء عشان الزرعه بتاعته. الفلاح الزرعه بتاعته دي اكثر من ضناه، يعني هو قاعد فيها يعني ممكن لو انا ابني عيان ادي له جار يكشف عليه، ولكن مش اخلي جار يروح يروح الارض بتاعتي. فانا الزرعه بتاعت الفلاح دي هو مجمد فيها بدو اسنان دين هي حياته. نعم. فاحنا لما احنا نزود ال100 جنيه، ال100 جنيه مش كتير على الفلاحين. واحنا طبعا السيد الرئيس فتحي السيسي قال انا الفلاحين دول في عيونه من جوه، والفلاحين احنا بنقول لك يا سياده الرئيس احنا معاك وفي خلفك وقدامك في كل حاجه انتاجيه او شغل او 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 انتاج في مصر، لان انا اقدر انافس امريكا في الزراعه وفي الزراعه دي انا اقدر اطورها وابقى منافس لامريكا وانافس لكل دول العالم. مش اقدر انافس دول العالم في الصناعه، ولكن احنا بلد زراعيه اقدر انافسهم ويبقى عندي انتاجيه. وكان السيد وزير الزراعه لف دول اوروبا عشان يجيب الصوب الزراعيه عشان الشباب، ودي كانت تعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده هيجيب اكتر من اول مرحله اكتر من 3000 صوبه هيوزعها على الشباب. الشباب اللي هم هيجوا في المليون ونص فدان، اللي احنا بنقول ان الفلاحين هم اللي هيشتغلوا هم اللي هينتجوا بعد ما سلمنا القوات المسلحه والشؤون الهندسيه والقوات المسلحه الارض الموجوده في المليون ونص فدان. احنا ان شاء الله احنا بنقول نطمع ان احنا بعد سنين قليله يكون حدنا اكتفاء ذاتي من السكر واكتفاء ذاتي من القمح، لان احنا دور المصريين إذ لم تملك قوتك لم تملك حريتك، وده دور الفلاح المصري اللي هو هيكون بالأساس هو المنتج والداعم وأول ترس في الإنتاج لمصرينا الحبيب إن شاء الله. طب سيادة النائب، بعيدا عن قصب السكر نتحدث عن الأرز. تمام. موقف الأرز، يعني احنا كنا عرفنا ان الأسبوع اللي فات تم تحديد سعر توريد طن الأرز ب 2300 جنيه بالنسبة للطن رفيع الحبة و 2400 جنيه للطن سميك الحبة. تمام. الرقم ده بالنسبة للفلاح مرضي، وهل ده فيه زيادة عن الأرقام السنوات السابقة ولا هو ثابت من قد إيه؟ هو كان مسعرين الأرز ب 2050 جنيه. وطبعا احنا كلينة الزراعة والسيد طبعا هشام الشعيني واللجنة ال 45 احنا قلنا للسيد وزير التموين ان هذا السعر ليس مجزي للفلاحين. نعم. ولكن احنا كلجنة كنا بنطلع، يعني احنا عندنا مشكلتين ومعادلة صعبة عاوزين نحلها. ايه المعادلة الصعبة؟ ان انا عندي مستهلك مصري وعندي منتج فلاح. هرفع مصري برضه. مصري. فالمستهلك طبعا لو السعر ارتفع عليه احنا حدانا دلو اخواتنا وعاوزين برضو بالسعر يعني في متناول الجميع، والفلاح عاوزين برضو السعر ان هو يرضيه. فلما كنا احنا عايزين ان السعر يكون 2600 جنيه على الاقل للفلاحين،
واحنا قعدنا مع اللجنه الاقتصاديه في وزاره التموين، وكنت انا مكلف من اللجنه ان انا احضر معاهم هذا الاجتماع من 2050 جنيه. تحدثنا كثيرا وتكلمنا على المستهلك وعلى المنتج اللي هو الفلاح، ولكن احنا وصلنا، كنت انا متمسك على ان يكون السعر 2600 جنيه، ولكن في النهايه احنا وصلنا ان احنا يعني ب 2400 للحبه العريضه و 2300 للحبه الرفيعه، وكان ده اول مره في التاريخ المصري ان هم يحددوا سعر الرز قبل الحصاد ما يبدا، عشان خاطر الناس اللي بتستغل الفلاحين قبل الحصاد يقول لك الحكومه مش هتاخد الرز والحكومه كذا، وياخدوا الرز زي ما اخدوه السنه اللي فاتت ب 1700 جنيه ونباع في اخر العام ب 4000 جنيه رز شعير. حاليا دلوقتي الرز لما السعر ب 2300 و 2400 حبه عريضه ب 400 وحبه رفيعه ب 2300 النهارده الرز النهارده بياخدوه التجار النهارده من الفلاحين ب 2600 جنيه حاليا دلوقتي. فعليه بقى لان عارف ان في حد ضمان وامان عملته الحكومه، وده اول مره يحصل، اللي هو 2400 للعريضه و2300 للرفيعه. انا عامل لحد امان وضمان للفلاح اهو، وان لقيت سعر اكتر بيع بره، انا مش انا هاخد 2 مليون طن للحكومه. فالدور ده دور طبعا الفلاحين اتصلت معهم، وانا كنت مع السيد وزير التموين واتكلمت معهم بعض الاتحادات الفلاحين وبعض الجماعات الزراعيه على هذا السعر، وقالوا السعر كويس بس بشرط ان وزير التموين ما يصدرش الرز، ان اذا صدر الرز يبقى ظلم الفلاح. فاتكلمنا مع وزير التموين وقال انا ليه لو صدر لو الرز صدر الرز ظلم الفلاح، ظلم الفلاح. انا بعت ب 2400 و 2500 النهارده، وفي ناس هتاخد الرز تخزنه وخدته من الفلاحين، بعد يفتح التصدير هيبيعوه مثلا ب 4000. احنا رجعنا تاني ان الفلاح باع الرز بتاعه بثمن رخيص وتم باعه في السوق بسعر. فالفلاح هو المفروض لو الصدر يصدر من خلال الفلاح، مش يصدر من خلال ناس يعني جماعات زراعيه تعمل مجموعات والافاده للفلاحين، والحكومه تاخد منهم الفرق، ما فيش مشكله، فلاحين ما فيش مشاكل. فكفلاح كفلاحين الفلاحين هم راضيين على هذا السعر، والفلاحين قالوا حتى احنا لو 200 جنيه زياده احنا هندعم في صندوق بتبر، احنا بندعم في صندوق تحيا مصر بال 200 جنيه الزياده دي، لان احنا لازم ندعم مصر بال 200 جنيه، واحنا راضيين على شرط زي ما قلت لحضرتك ان لازم ما يصدرش رز. ووعدنا السيد وزير التموين ان انا مش هصدر رز، هقفل باب الرز الكسر، لان الكسر ده كان بوابه خلفيه لبعض الناس ان هم يصدروا رز من الرز العادي في صوره كسر، وفعلا قفل باب التصدير. الاسعار هتبقى في تداول الجميع، الفلاح راضي على هذا السعر هذا العام، والفلاح بيقول زي ما قلت لحضرتك احنا بندعم مصر، احنا كنا بنقول 2600، والفلاحين لما اتكلموا معايا قال يا حاج رائف احنا داعمين مصر ب 200 جنيه و 2400 كويسين، واحنا مع كل المصريين وداعمين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقرار الاسعار في مصر، وخاصه سعر الرز اللي هو في متناول يد الجميع. طب حاج رائف، يعني فكره زراعه المحاصيل في الارض المصريه بصفه عامه وتحديد المساحات اللي بتزرع من كل محصول، الامر ده يمكن امر مهم، دور لجنه الزراعه في مجلس النواب لتحديد الخريطه الزراعيه بالنسبه لمصر بحيث انها تغطي الاحتياجات المطلوبه وفي نفس الوقت تراعي بعد اخر وهو مثلا نقص المياه. يعني معروف ان الارز يعني محصول يتطلب ميه كتير جدا، في ظل وجود ازمه في الميه المفترض ان احنا نستخدم مثلا بذور ما بتحتاجش ميه كتير، او استخدام وسائل في الزراعه يكون فيها ترشيد لاستخدام المياه. يعني دور لجنه الزراعه في الاطار ده دور لجنه الزراعه ان احنا بنرجع الدوره الزراعيه تاني مره اخرى، لان الدوره الزراعيه هم لغوها اصلا، والفلاحين كلهم كل واحد بيزرع اللي على كيفه. نعم. حاليا فاحنا بنقول لازم دوره زراعيه ترجع تاني، عشان انا ما ازرع توتال كلنا مع بعض، لان المساحات حاليا المصريه المساحات الزراعيه حاليا في مصر اتفتتت من عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كنت انا واخد 5 فدادين ما تورثناها انا واخواتي ولاد عمي، كل واحد عنده 3 اراضي، واحد يزرع 3 اراضي باميه، واحد يزرعهم رز، واحد يزرعهم خبيزه، فده اصلا تفتيت وزراعات مختلفة. ولكن لما نرجع الدورة الزراعية تاني، الدورة الزراعية بتلزمك ان الحوض ده تم الغائها اصلا. ايه الفكرة كان من الغائها؟ يعني هم كان لما خلوا الاسعار حرة وطلقوا الاسعار قالوا الفلاحين يزرعوا اللي هم عاوزينه،
ولكن عايزين ترجع قانون التعاون يرجع بشده ويرجع بقوه تاني عشان تلتزم الحكومه ويلتزم الفلاح ان انا ازرع على دوره زراعيه ثلاثيه، بزرع تلت الارض بتاعتي رز، التلت التاني بزرعه ذره، التلت الاخر بزرعه محصول صيفي اخر. فده هو اللي بيحدد ان انا اوفر في الميه، ان انا ممكن انزل للفلاح ابو ثلاث جرد ده اعمل له تسويه على حساب الحكومه مجانيه وانا بدعم الفلاح، انما انا لو ما فيش دوره زراعيه هنزل له ازاي؟ ما هو ده زرع رز وده زرع قطن وده زرع خضار وده زرع كذا، مش عارف انزل ارضه. انما يكون المساحه دي كلها الالف فدان والخمسين فدان اللي انا هعمل عليهم الدوره الزراعيه، اقدر انزل اعمل تسويه للكل واخدمهم واعمل لهم التسويه من ادعمهم الحكومه، ادعمهم بال 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 بالتخطيط، ادعمهم بالحرس، ادعمهم ب ان انا اعمل لهم تسويه بالليزر. فدي تبقى دعم الحكومه، مش هقدر اعمل الدعم ده الا اذا كان عندي الدوره الزراعيه. ثم ان انا ارجع لهيئه البحوث الزراعيه او مركز البحوث الزراعيه ان هو يستنبط لي انتاجيه. الناس كلها وصلت حاليا دلوقتي الى 6 طن في الفدان، بدل ما ازرع 2 مليون فدان رز وانا بطلع 2 طن، انا في 6 محافظات بزرعوا الرز دلوقتي، في حوالي 3 محافظات كفر الشيخ والشرقيه والبحيره ودول بزرعوا اكثر على اكثر من 70% من المياه، مياه صرف زراعي. مياه صرف زراعي دي انا بتديني من الفدان من 2 طن ل 3 طن، انما انا لو بروي ميه نيل طب هوفر ميه نيل ازاي؟ لما استنبط رز بيديني 6 طن بدل ما ازرع 2 مليون فدان هزرع مليون واحد وهيديني نفس الكميه واوفر الميه. نعم. في رز بيطلع على بيقاوم الملوحه وينزل في ارض المالحه وديني 6 طن. ده دور البحث العلمي والبحوث الزراعيه في مصر، هي الدور بتاعها، والجامعات الزراعيه لازم احنا بدون بحث علمي مش هنوصل لان احنا ندي انتاجيه ونوفر في مياه النيل. فده دور كبير، والبحث العلمي هو قاطره التنميه في مصر. فاحنا كلنا كفلاحين بنقول ان لازم هيئه البحوث الزراعيه وهيئه بحوث الصحراء والمياه ان هي كلها دور مع الفلاح والمرشد الزراعي، عشان احنا لازم دي يعني دائره كبيره لازم يكون احنا كلنا متمسكين فيها ان احنا نخدم الفلاح. في الفلاح ده في الاخر هو هينتج للوطن كله وهيوفر في ميه النيل، هيرشد في ميه النيل بان انا استنبط له الزراعات والسلالات الحديثه اللي هي ممكن تستحمل الملوحه، ممكن تديني انتاجيه اعلى. فبهذه المحاصيل وهذا البحوث العلميه دي الكثيره دي ان انا اقدر اوصل بالانتاجيه باقل اراضي. مين اللي هيبقى حلقه الربط ما بين البحوث الزراعيه اللي بتتم وبين الفلاح نفسه؟ يعني هل البحوث دي مش موجوده ولا هي موجوده لكن ما بتوصلش للفلاح؟ يعني في الفجوه موجوده فين بالظبط؟ يعني الفجوه موجوده ان احنا عندنا وزاره الزراعه لازم يكون فيها ترس مشغل كل التروس دي كلها. بدون التروس دي ما تشتغل كلها مش هنوصل. الفجوه موجوده ان انا عاوز ان الوزير يشغل كل القطاعات اللي عنده لان كلها بتقدم على بعضها، توصل بيها الى هيئه البحوث الزراعيه اللي موجوده في وزاره الزراعه لانها دورها كبير. حتى الان هم يعني ما سمعناش ان هم قالوا احنا عندنا صنبات رز جاب 6 طن، القمح وصل في دول كثيره 35 اردب، احنا عندنا واصلين 15 20 اكثر حاجه، القصب اللي هو 40 طن عايزين استنباط واستحداث والات زراعيه، والقطن نفس القصه، القطن بتاعنا المصري اللي احنا كنت بزرع 2 مليون فدان النهارده عندي 1800 فدان بس مزروعين. انا كل القصه دي عاوز ان انا يكون عندي استنباط، عندي الميكنه الحديثه تكون موجوده في جني القطن وفي ضم الرز، وكل الحاجات دي لازم يكون مكمله بعضها ان احنا نوصل بالانتاجيه ان انا اوفر في التكلفه وفي المصاريف على هذا المحصول ان كان قطن ولا كان رز ولا كان قصب سكر، في مردوده هيبقى على المواطن وعلى المستهلك ان انا هوصل له المحصول او لا، واستفيد من الرقعه الزراعيه الموجوده ان انا انتج اكتر على مساحه اقل. بالظبط. دور طبعا ان احنا عاوزين نشغل نعمل قطاع للشباب في المليون ونصف فدان في صوب ومزارع اسماك وخلافه، ان ده هو اللي هيزود الانتاجيه عندنا. ولكن انا برجع تاني وبقول البحث العلمي وهيئه البحوث الزراعيه في وزاره الزراعه لها دور كبير ان هي توصل الفلاح ان انا اوصل بمحصول الارز الى وصلت 6 طن هوفر مليون فدان مش هزرعه، وال6 طن المليون فدان هيكفيني وانا وفرت في ميه النيل
واديت انتاج نفس انتاج ال2 مليون ازرعهم زراعات اخرى من زيوت وكذا وكذا. فهو دور هو البحث العلمي، ودون البحث العلمي مش هنتقدم بمصر بالتاكيد. طب حاجة رأف، لجنه الزراعه في مجلس النواب بتعمل على اعاده تاني الدوره الزراعيه؟ يعني الفكره دي محتاجه تدخل من مجلس النواب ولا ده بيبقى قرار من الحكومه؟ لا ده هي عاوزه مجلس نواب عشان خاطر ان احنا نصيغ لهم قانون فيه الدوره الزراعيه، فيه ان احنا نرجع، احنا شغالين دلوقتي من على التعاون الزراعي من ايام الستينات، عاوزين تطوير وعاوزين في القوانين والتشريعات اللي هي بتلزم الحكومه وبتلزم الفلاح ان هو ان انا اصل بالدوره الزراعيه دي، لان هي مهمه، بتوفر لي في الميه، بتوفر لي في، بتديني انتاجيه اكتر، بتخلي الفلاحين لما يكون بدل ما انا ازرع 3 قريط رز انا هزرع 100 فدان ولا 1000 فدان ولا 1000 فدان، يعني يبقى استراتيجيه عامه للدوله. هبيع هبيع السعر بتاعي غير السعر ابو 3 قريط، مبيع احنا كلنا فلاحين مع بعض، في فدي استراتيجيه عامه. الاستراتيجيه دي لازم يكون موجوده في وزاره الزراعه، وانا شايف وزاره الزراعه بطيئه اصلا، عاوز يكون اسرع من كده شويه، لان احنا لازم نواكب العصر ونواكب التكنولوجيا ونواكب كل ما هو حديث حوالينا في دول الحالينا يعني انتوا شغالين في لجنه الزراعه على صياغه هذا القانون لاعاده الدوره الزراعيه بقوه وبشده. نعم. لان احنا محتاجينه والفلاح محتاجه والحكومه نفسها هيوفر الحكومه حاجات كتير، بدل انا ما اجيب مرشد حوض على فدان ارض هجيب مرشد حوض واحد برضو على 500 فدان. طب انا وفرت في وبعدين احنا في النهايه بنقول ان احنا لازم ننمي البشر قبل ما ننمي الآلات وكذا، ان احنا دلوقتي حدانا احنا مشكله في التنميه البشريه. التنميه البشريه ان انا عندي عاوز تثقيف للفلاح، عاوز الفلاح المصري يكون عنده الوعي والادراك في رش المبيدات وفي كذا وفي كذا. الفلاح شغال لوحده، لا في حد بيساعده كمرشد زراعي، ولا حد وزاره الزراعه بيساعده، ولا حد بيتدخل معاه. الفلاح هو من 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 عهد، من عهد الفراعنه حتى الان شغال لوحده. احنا عايزين الحكومه تتدخل معاه وتقول له ان انت لو دخلت المحصول كذا او نوع المحصول كذا هيديك انتاجيه اعلى وهيديك كذا، والفلاح هيستجيب. ولكن الفلاح في وادي والحكومه في وادي اخر، وخاصه وزاره الزراعه والجمعيات الزراعيه ما بتقومش بالدور التوعوي ده بالنسبه للفلاح. الجمعيات الزراعيه ما احنا ما عندناش مرشد زراعي، ما عندناش الا الجمعيات الزراعيه انقرضت دلوقتي حاليا. احنا كل جمعيه زراعيه دلوقتي بقى كان فيها 20 مهندس زراعي، عاد فيها 3 4 مهندسين، ويمكن يطلعوا على المعاش بكره، تفضل جماعات خاويه، ما فيش حد، ما فيش تجديد دماء، ما فيش شغل، ما فيش. يعني لازم يكون عندنا وعي ان احنا نجدد دماء ونعين شباب ونشتغل وكذا. انا عندي جماعات زراعيه كثيره ما بزيدش عن الموظفين فيها حاليا دلوقتي عن 2 أو 3، بيشتغل فراش وفي الجمعيه ولا بيجلس نفسه، مش عنده فراش حتى ولا عنده غفير، ولا زي زمان كان في غفير وكان في كذا وفي شغل، ما فيش الكلام ده. الجماعات الزراعيه قد انقرضت بسبب عدم وجود الدوره الزراعيه. نعم. طب حاج رائف، يعني لجنة الزراعة بمجلس النواب أهم ما يشغلها الآن من ملفات مطروحة عليها بخلاف قصب السكر والأرز ومشكلات الفلاح اللي هي بالنسبة لتوريد المحاصيل والحصول على أجر كافي نظير عمله طول العام في محصول ما، إيه الملفات الأخرى المطروحة على أولويات لجنة الزراعة في مجلس النواب؟ الأولويات هو محصول القطن، ان احنا ده هو المحصول يعني المهم، وهو بنقول هو بترول مصر القادم، هو محصول القطن. ان احنا عايزين نستنبط سلالات ان هي توصلنا للقطن من 8 جنطار الى 12 جنطار، عايزين الات تجمع القطن تجني القطن، لان المحصول ده هو المحصول الاول في مصر، اللي هو انا عندي اراضي كتير في مصر خاصه في نهايات المحافظات واللي هي على الحدود البحر الابيض المتوسط، انما الارض ما بتجدش الا زراعه القطن فيها ملوحه عاليه، فالقطن هو اللي بيجد فيها. فانا الارض بدل ما تبقى فيها بور وما تزرعش خضار وتزرع كذا، القطن ده هو المحصول اللي بيجود القطن في هذه الاراضي. نعم. فاحنا عاوزين نعمل صندوق لدعم القطن. لو عملنا صندوق لدعم القطن وجبنا الفلاحين تاني ورجعنا السلالات وشغلنا المصانع بتاعتنا، هنشغل شباب، لان احنا عاوزين مشروع كل المصريين يلتفوا حوله. نعم. هو المشروع ده اللي بيشغل لجنه الزراعه هو مشروع القطن، لان هيشغل مصانع الغزل والنسيج، هيشغل الفلاحين، هيشغل كل الناس، ودي مشروع قومي ونطالب فيه الحكومه ونطالب فيه كل المسؤولين ان احنا نعمل المشروع القومي. وهم لجنه الزراعه هو محصول القطن ده يرجع لعهده السابق، لان هو العهد اللي احنا كلنا كمصريين كنا نلتف حول هذا المشروع، هو محصول القطن الرئيسي اللي هو دلوقتي في دول العالم كلها بيكتبوا على الملابس بتاعتهم ميدن ايجيبت، لان هو كان ليه القيمه
محصول القطن المصري اللي انا في حاجه النهارده للدولار. انا ما كنتش اعمل قيمه مضافه عندي لهذا المحصول واعمل عند المصانع بتاعتي بدل ما اصدره خام، لا اصدره مصنع من هنا. انا هشغل الشباب وشغل هعمل طفره. وعجيب الدولارات هنا هو المحصول الرئيسي، هو اللي شغل لجنه الزراعه، هو القطن وصندوق دعم القطن المصري. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء الحاج رائف تمراد. أنا عاوز أقول كلمة بس لأهل الدار بتاعتي، طبعا أنا بشكرهم إن هم جوا في اللح هنا، وأقول لأهل الدار بتاعتي جميعا كلهم ما تسمعوش كلام حد، أنا داعم ليكم ومعاكم، كل المشاريع اللي بتتعمل في الدار بتاعتي أنا مشارك فيها بنسبة 100%. نعم. ولكم كل الشكر. بشكر حضرتك الحاج رائف تمراد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب على وجودك معنا. أشكرك يا فندم. الشكر موصول لكم مشاهدينا على وعد بتجدد اللقاء غدا وفريق عمل جديد من القاهرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.